السلام عليكم. بهذا المقطع راح احكي عن الشخصيات الاسطوريه جانيو، هوتاو، البيدو، تشاو، وش وقت راح يرجعون. اي شخص رايدهم ورايد يجمع لهم او يعرف شو وقت راح يرجعون راح يعرف بهذا المقطع. في خلونا نبدي. I will have اتمنى تكتبوا لي رايكم عن الانترو، وهذا انترو صممه واحد من الاجانب المبدعين، تلقون رابط الانستا مالته بالوصف، وايضا صوره القناه الجديده صممها واحد من المتابعين الاساطير راح تلقون رابط حسابه بالانستا او حسابه بالديسكورد بالوصف. طبعا يا شباب قبل لا ابدا حكي هذا، حسب كلام المسربين ممكن يطلع صح وممكن الشركه يغيرون ترتيب البانرات. حسب كلام المسربين انه اول بانر راح يجينا بتحديث 2.2 هو بانر شخصية ياي. اللي ما يعرف شخصية ياي واللي هي شخصية مشعر الوردي طلعت ويانا بالمهمات مات انزوما، بعد ما يخلص بانر ياي راح يجي البانر اسطورة جانيو، اي راح نحصل جانيو ثاني بانر تحديث 2.2. بس يا شباب خليها ببالكم، ممكن الشركة يغيرون الموعد، لكن على الاكثر بالفتره الجايه اي بالتحديث الجاي او البعد راح ترجع لنا جانيو 100%، الا بحاله انه الشركه غيرت رايها ورادت تتاخر شخصيه بعد ما ينتهي تحديث 2.2. راح يجينا تحديث 2.3 وراح نحصل اول بانر تحديث 2.3 هو بانر الاسطوره هوتاو. حسب كلام المسربين بعد ما ينتهي بانر هوتاو راح يجينا بانر البيدو. البيدو واحده من الشخصيات المظلومه باللعبه، تقدر ترتبه كثالث اقوى سبورت باللعبه، وخاصة بالأبيس راح يضاعف لك دمجك. فالبيدو شخصية رهيبة مظلومة باللعبة، ظالميها الشركة واللاعبين كلش. وأي شخص يريد تشاو أو يريد يعرف شو وقت راح يرجع تشاو على أكثر راح يتأخر، بسبب إنه تشاو راجع تقريبا قبل 6 أشهر. فنقدر نقول بتحديث 2.4 أو 2.5 إن شاء الله نشوف تشاو كشخصية راح ترجع لنا. فأي شخص يرايد يجمع تشاو رايد يجي تشاو، حاليا انت جيب الشخصيه اللي تعجبك، لانه تشاو على اكثر مطول يلا يرجع لنا. فانت جيب الشخصيات اللي تعجبك، ان شاء الله اول ما ينزل خبر عن تشاو او شخصيه راح ترجع لنا راح انزل لكم فيديو بالقناه، وايضا راح اتكلم بالانستغرام. انت تقدر تجي تسالني قل لي هل اكو خبر عن تشاو، هل اكو خبر عن هاي الشخصيه، واي سؤال عندك تقدر تسالني اياه على الانستغرام، راح تلقون رابطه بالوصف، روحوا تابعوني. هذا توقعات المسربين او حسب كلام المسربين عن البنرات اللي راح تجينا بالتحديثات الجايه. ان شاء الله الشركه تغير بشيء واحد، انه شخصيه هوتاو راح تيجي ورا شخصيه جانيو، لانه بهاي الطريقه اكو لاعبين هواي ما راح يحصلوها. فان شاء الله يغيرون عن هذا الشيء وياخروننا البنر، مثلا يصير بنر هوتاو يصير ثاني بنر بتحديث 2.3، لانه بهاي الطريقه وهذا توقعي سبحان الله. يعني انا بمقطع تقييم شخصياتي الجينشن او تقييم شخصيات جينشن قلت اتمنى ما يعطونا خيار انه مثلا تجينا جانيو وبعدها هوتاو. اوكي ردنا ننسى الاسطوره جانيو الى ارجع جانيو، حسب اكو بعض التسريبات تقول انه رجعتها قريبه، بس ترجع 100% اجيبها ان شاء الله، يعني ترجع بوقت صحيح، ما ترجع بين اختيارين. يعني مثلا خيرنا بين هوتاو وجانيو، على اكثر اخر جانيو ما اخذ هوتاو. فتقدرون توقعتاني بالمستقبل هيك تقدرون تقولون. فياب لهنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى يعجبكم المقطع، لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناه، ويه مع السلامه.